بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولادنا طلاب ثالثة ثانوي، ده فيديو في حل واجب المحاضرة السابعة من كتابها لو دويتش، كتاب اللغة الألمانية صف الثالث الثانوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب بتاعنا ولاد كان بدايته صفحة 84، وكان أول واجب على فعل ظالم. فنبدأ كده نسمي الله. يلا ولاد، المجموعة الأولى إيه؟ دي طبعا هنصرف فعل زولن، بس هو الجملة بتقول ارجانز زولن ان ديريشتجن فورم، يعني حط زولن في الشكل السليم. طبعا رقم اتنين، واحد محلولة ايه زول، اتنين طبعا هتبقى زولن واخدة اي ان. ليه؟ طبعا لان احنا ده تصريف عادي، يعني زولن دي هتبقى زولن. طيب ماين فرويندن يعني صاحبتي، فدي تبقى زول بس. طيب اربعة دو اكيد هتبقى زولست، هتاخد اس تي. خمسة هير هاك، سيد هاك، طبعا ده هيبقى زول بس لان يعتبر هو. اير انتم هتبقى زولت، هتاخد تي. فاميلي مولر عائلة مولر، واحنا عارفين من زمان يا ولاد ان العائلة دي تساوي هي، فتبقى زول بس. تمانية فير، عارفين كلنا من زمان ان فير تساوي اير، فتبقى زول. ماين إلترن الوالدين، طبعا ده اسم جمع، فيبقى الحل زولن، تاخد اي ان. 10 دو اونجلاينش فيستر، انت واختك او انت واختك، طبعا دي تساوي انتم، فانتم تبقى زولت. الناحيه الثانيه فراو منى وبعدها زي احترام، فدي تبقى زولن واخده اي ان. 12 ساندرا هي، تبقى زول عاديه. 13 مونيكا اند ايش، انا ومونيكا تبقى نحن، فتاخد اي ان. 14 دي شولر التلاميذ، خلي بالك دي جمع، فشولر جمع فتبقى اي ان لانها التلاميذ. فواحد قال لي طب يا هير مفردها ايه؟ قلت له مفردها دير شولر، يبقى لو مكتوبه دير شولر تبقى مفرد، لان كلمه شولر في الالماني يا اولاد هي كلمه من الكلمات اللي مفردها زي جمعها. فلو مكتوبة دير تبقى مفرد، لو مكتوبة دي تبقى جمع. تاني كلمة شولر من الكلمات اللي مفردها زي جمعها، فلو هي مكتوبة دير تبقى مفرد، لو مكتوبة دي تبقى جمع. انطون وتيمو اسمين يبقى هما، فتبقى زولن. من يعني المرء، ده مفرد يبقى زول. ماين فراو يعني زوجتي، دي تبقى زول لانها هي. الي الجميع ياخدوا زولن اي ان. ماين كوليجن اخرها اي ان، دي جمع زميل فتاخد زولن. طب واحد يقول لي يا هير طب دي جمع، امال المفرد بتاعها ايه؟ في سنه اولى اولاد، معلش برضو المعلومه، كوليجي كوليجا اللي اخرها اي، ركز معايا كده، كوليجا اللي اخرها اي ده ولد اللي هو زميل. كوليجن اللي اخرها اي ان دي معناها زميله، انما اللي اخرها اي ان ده جمع زملاء. يبقى الاي ولد، الاي ان بنت، الاي ان جمع. اخر واحده دو طبعا هتبقى زولست واخده اس تي. ده كده تمرين لايت خفيف على تصريف فعل زولن. طيب نروح بقى لجمل الاختيارات. وطبعا اتفقنا ان التدريب بتاع فعل زولن هيبقى يا اما تختار زولن بتصريفاته، يا اما تختار مصدر في نهايه الجمله، بس مش اكتر من كده. طيب اول واحده تصريفات من غير ما اقرا الجمله، اير انتم تبقى زول. رقم اتنين فيها ايش تبقى زول. تلاته هير يبقى هو تبقى زول. اربعه فير نحن تبقى زولن. ليه يا هير ما بكملش الجمله؟ لان دي تصريفات فقط ما فيهاش ترجمه. طيب الجملة رقم خمسة، من المرء مفرد يبقى زول. وخلي بالك يا ولاد هقولها للمرة التانية، ايه الفرق بين من اللي هي كده ومن اللي هي كده؟ من اللي هي دبل ان دي معناها رجل او زوج، رجل او ايه؟ زوج، واداته دير. فممكن اقول واحدة بتقول ماي من يبقى زوجي، واحدة بتقول جوزي، وممكن اقول دير مان دا الرجل هناك، ايست اونزا دويتش ليرا المدرس الالماني بتاعنا.
انما من دي ده في الالماني بمعنى المرء الفرد النفر الواحد او الوحدة، ده ملوش اداة لان ده اصلا يعتبر ضمير مش اسم، يعني ده في الالماني يعتبر ضمير. انما الاتنين بيعاملوا معاملة المفرد فالاتنين ياخدوا ظل. طيب نروح تاني للاسئلة. هنا دو زولست يبقى عايز في الاخر مصدر اللي هو اخره اي ان. طبعا هنا مفيش ترجمة لان الاربع افعال فعل واحد ومفيش غير مصدر واحد. سبعة في هنا دي شولر التلاميذ، فالتلاميذ قلنا جامعة تبقى زولن، والجملة دي معناها اثناء الدرس ينبغي على التلاميذ ان يغلقوا الموبايلات. طبعا هنا زول عايزة مصدر يبقى هاخد او في شتيهن مفيش غيرها اللي هي فيها اي ان. رقم تسعة في سارة ورحمة وفي كومة، طبعا ده يبقى بنادي عليهم ولما نادي على جمع يبقى بقولهم انتم، فانتم تبقى ايه ريزولت. هنا زولد هياخد مصدر، ابص الاقي الاربعة مصدر بدأت في الجمل اللي فيها ترجمة، فبيقول دي ايبونج يعني التمرين زي اللي انا بحله ده، سوش فير يعني صعب، فاحنا لازم ايه المدرس اكيد فراجن يعني نسأل المدرس. 11 زولست عايزة مصدر، انت مش مصدر ولا ده مصدر ولا ده مصدر يبقى اكيد شبغيشن يتحدث. 12 زولين عايزة مصدر، مصدر ده مش مصدر ده. طب نشوف بقى الترجمة، بقول فير الي نحن جميعا زولين ينبغي اين هو بهواية، اخد هابن ويبقى معناها نحن جميعا يجب ان نملك هواية. 13 ايه الظل؟ هويت النهاردة، اين ترمين موعد، باين فريزير عند الكوافير، ده مش مصدر. هاخد الفعل ده اللي سعادتك المفروض حفظته بمعنى يتفق على موعد، اسمه بالالماني فير اين باغن. 14 جملة كبيرة هحلها من غير ما ترجمها وبعد كده هترجمها، اير هتاخد زول ده الحل. طب المعنى يا بابا عشان لو انا عايز اقراها، بابا است هويت فيرت سيش، بابا النهاردة 40 سنة، زوى لذلك هنعمل له شوني بارتي حفلة جميلة تسعوز في البيت، ولكن اير زول ينبغي نشتس ضعفون فيسن، فيسن يعني يعرف، نشتس شيء لا شيء عن هذا، ولكن هو يجب الا يعرف شيء عن هذا. اس است اين ايبراشونج، كلمه ايبراشونج دي يعني مفاجاه. ده بقى يا جماعه انا عايزكم تركزوا يا جماعه في الاسلوب بتاع رقم 14 ده. في بعض الامتحانات يعمل ايه؟ يكبر الجمله ويشدها يشدها 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 عشان انت تتخض وتخاف، بيعاملك على انك جبان، انما الجمله اصلا حلها تافه. فلما تشوف جمله كبيره ما تخافش منها وقلبك يقف، شوف هتلاقي الجمله اصلا حلها عادي وبسيط. رقم 15 فير نحن، دي خلصت هتاخد اي ان. طب رقم 16 طبعا هاخد مصدر في الاخر عشان زول، كلمه سبورت ايوه بيجي مع فعل ماخن اللي هو يمارس او يفعل رياضه. 17 بندع الولاد بقول لهم انتم ينبغي نشتي فيل، طالما في زولت يبقى عايز مصدر، ده غلط تي غلط ده تصريف ثالث يبقى ده اللي صح. 18 اير تاخد زول، مش هقرا الجمله. 19 زول عايزه مصدر، طب نقرا بقى الجمله عشان اربع مصادر. زايت منذ اسبوع املك انا كثير من العمل، ولذلك عندي كثير من الاشتريس الضغط العصبي واكون اوفت غالبا نرفز متعصب. الزو اذا دو زولست ينبغي عليك، اورلاوب يعني اجازه، اوتوماتيك اخد ماخن بمعنى ينبغي عليك ان تاخذ اجازه او تعمل اجازه، والاجازه بتتعمل. 20 زي مكتوبه كابتن، يبقى احترام يا هي او هم عشان بدايه الجمله، يبقى لازم ارجع اقرا. فراو جميله عندها التهاب في عينيها، الكلمه دي اسمها بالالماني اوجن انت تسوندونجن،
نعم مش لازم. المهم ان معناها التهاب في العين عندها حاجه. يبقى زيدي عايد على الفراو تبقى بمعنى هي تبقى ذل. طب ايه معنى الجمله على بعضها؟ فراو جميله عندها التهاب في عينيها فهي يجب نشت مير لا يجب ان تجلس طويلا على الكمبيوتر. وباوزن يعني بريك، ماخن يعني تعمل بريك. طيب المجموعه الثانيه بتاعت زولين، هنا هتختار حاجه مع زولت. طبعا زولت دي بتاعت اير يعني انتو. علي ينبغي يبقى مصدر الاربعه مصدر، يبقى خلاص بقى المبدا عرفناها. هترجم علي ينبغي تبلتن البرشام دراي مال ثلاث مرات تجلش يوميا، يبقى نيمن ياخذ. زي تنفع زول وتنفع زولن لحد ما اشوف بقيه الجمله. داس ماخت اينن كذا 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 يا فراو لارا، يبقى حاله احترام تبقى زولن. ايه معنى الجمله؟ حضرتك ينبغي ان تشربي ماء كثيرا، هذا سيجعل حضرتك جيزوندر يعني صحتك اقوى يا فراو لارا. زولن عايزه مصدر، مفيش غير التالتة. مارك هو ياخد زول. زول عايزه مصدر، مفيش غير التانية. دو اند انا، انت وانا، يبقى انتم تاخد زولت. في ناس حلها سبعة دي زولست. الناس اللي بتقرا دو بس اقول له دو بس تبقى زولست صح، انما انت وانا تبقى ايه؟ زولت. رقم 8 في هنا مصادر، يبقى ارجع اقرا الجمله. هل ينبغي عليك انت الموعد بتاع النهارده اوف الى يوم السبت؟ هاخد فعل يؤجل في رشيبن من الافعال اللي بتيجي مع الموعد. 9 في بيتي، في بيتي دي معناها عندنا ماذا تقول؟ ايش تبقى ظل. فراو ظل ينبغي يبقى مصادر، يبقى انت شكرا عشان ده مش مصدر. الفراو ينبغي الفندق، يبقى انروف يعني تتصل على الفندق. طب ليه مش يذهب؟ فعل جه يذهب محتاج حرف جر الى، يعني لو في هنا في الحته دي الى الفندق يبقى يذهب افضل. انما هي معناها يجب ان تتصل بالفندق عشان عايزه تحجز غرفه. 11 هنختار مصدر، يبقى ده غلط. طب تعالى نقرا بقى عشان نترجم المصادر. جوليان اسم، اس است دراي اون فانسش اور، الساعه 11 und ich möchte mal in Ruhe sitzen. sitzen يعني اقعد، in Ruhe يعني في هدوء. زولست دو بيتي دي موزيك، لو سمحت او ينبغي عليك الموسيقى. لايز يعني بصوت واطي. ماخن ايه يا عم موسيقى ماخن دي؟ موسيقى يجي معاها ماخن يبقى بمعنى يعمل موسيقى يعني يلعب او يعزف. والموسيقى ممكن يجي معاها شبيلن يلعب موسيقى، ممكن يجي معاها ماخن يعمل موسيقى يعني يعزف، ممكن يجي مع الموسيقى فعل هورن يعني يسمع. 12 دكتور مالر هاد جزاكت قال انا ينبغي ريتسبت يعني روشتة، اخد اب جيبن، واب جيبن ده بمعنى يصرف الروشتة. 13 للأسف ينبغي علي موعد المساج بتاع النهاردة بالليل. طبعا اختار فعل يمشي معناه، فاخد اب زاجن اللي بمعنى يلغي موعد، بمعنى يلغي ده افضل من كل اللي مكتوب. 14 ماين جروس موتر مامتي ينبغي الطبيب بيزوخن يعني تزور. يا هير هو في حد بيزور الطبيب؟ احنا اصلا يا جماعه بنسميها يعني، انت لو دخلت على عياده الدكتور بتلاقي موجود كده على باب العياده مواعيد الزياره اللي هي مواعيد الكشف. طب ليه يا هير ما اقولش جيهن يذهب؟ اقول لك يذهب طبيب ولا الى الطبيب؟ فالجمله ما فيهاش الى زي الجمله بتاعت الفندق اللي فوق. عشان احط الى لازم احط اصلا حرف جر. 15 ايش هابي روكن شمارتسن، انا عندي وجع في ظهري.
فاللي رد علي قال لي اذا ينبغي عليك نشت. لا ينبغي ايه بقى؟ تستيقظ ولا تنام ولا تجرب ولا رايت ان تركب خيل؟ لا رايت، عشان الجملة يبقى معناها حلو. لا يجب عليك ان تركب خيل. 16 ذل عايزة مصدر، بالسلامة 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 ده صح عشان هو اللي فيه ايه بغير ما ترجمها بقى. يا سوزان فارتي مال انتظري، احنا يجب تزامن دي كيش المطبخ، او فرويمن يعني نروق، هو ده اللي معناه حلو. هيرت مال اسمعوا يا اولاد، احنا جداد في المدينة فينبغي فور زشتش يعني حذر. اقول له يبقى زين. طب ليه زين؟ انا عايز مصدر، دول مش مصدر. 19 فير بتساوي اير يبقى زل، مش هقرا الجملة. 20 زل عايزة مصدر، يبقى دي غلط ودي غلط، يبقى يا دي يا دي. طيب احنا عندنا واجبات جماخت عملناها، فماذا ينبغي علينا ان ماخن يعني نفعل. ده معنى الجملة كده، يبقى معناها الصح والسليم كده. حلينا 40 جملة، يا اما بنختار زل بتصريفاتها، يا اما بنختار فعل في حالة المصدر حسب المعنى. تمام يا شباب، يلا نروح للمجموعة اللي بعدها. المجموعة اللي بعدها ده كان تدريب على الأفعال المصدرية كلها مع بعضها. الأفعال اللي بتاخد مصدر في الآخر اللي هما فولن ومشتن، كنن ودورفن، مسن وزولن. والفكرة كلها ان دول بياخدوا في الاخر فعل مصدر، فلو لقيت واحد من دول يبقى اختار في الاخر فعل مصدر حسب المعنى، ولو لقيت مصدر هختار واحد منهم حسب المعنى والتصريف. الفكرة قديمة ورجعناها في الحصة الشاملة بتاعت المراجعة الخلاصة، وزودنا عليهم في المحاضرة السابعة فعل زولين. يلا اول واحد هاستي دو اين هوبي، عندك هواية؟ قال له أيوة أنا بركب خيل كويس. فهنا الحل الأمثل هيبقى كان، ومعناها أقدر أركب خيل. التانية هاني جيرن، ودي بتدل على الرغبة، يسافر ألمانيا يبقى يريد، تبقى فيل. طب ليه ما خدتش مشتت؟ تصريفها غلط، لأن هي لو تصريفها صح مع هاني كانت تبقى مشتت. تلاتة زي حضرتك، مش عرفك انها حضرتك. اقول له يا باشا ركز في الحته دي، الطبيعي ان بعد الكوما حرف سمول، الطبيعي بعد الكوما حرف سمول، فطالما زي كتبت بعد الكوما جغوس كابتل يبقى دي احترام. اقول له طالما احترام يبقى دي غلط. قبل ما اكمل، فحضرتك ما تركنش هنا، هذا ليس مكان انتظار، يبقى مش مسموح لك، تبقى دورف. يا ماريا مامتك اتصلت، انت تروحي البيت، يبقى انت لازم تبقى زولست، ودي طبعا تصريفها غلط. خمسة عمرو يكون مهندس، هذا حلمه الوظيفي، يبقى عاوز تبقى مشتي. ستة طالما شفنا في ربوت ممنوع تبقى ظرف، وتنفع كان وتنفع موس. هنا بقى ترجمة، بص معايا الجملة دي جملة خبيثة في الترجمة. فوتوغرافيرين است فيربوتن، ممنوع التصوير. فانت الكاميرا او اسمخن يعني تقفلها، يبقى انت لازم تبقى مست. فيجي واحد يقول لي مش المفروض هنا الجملة دي اقول له زولست؟ اقول له حبيبي انت عندك زولست؟ يقول لي لا. اقول له يبقى ما تفكرش فيها، فكر في الاربعه اللي مكتوبين. سبعه استئذان، انا لو سمحت اتصل بالتليفون، تبقى ظرف مسموح لي. ثمانيه زي فونشن، حضرتك اتمنى؟ فالرد قال له انا واحد كافيه وكوبايه ميه، يبقى انا اريد تبقى ايش مشته. خلي بالك ان انا شغال في درس او شغال في تدريبات غالبا كلها
ترجمة. فهنا يظهر الطالب اللي حافظ كلمات يا شباب. يلا حبايبي. My brother أخويا كان جود إم إنترنت، على طول الولاد حافظين زرفي. يتصفح الإنترنت. هويت رجنت إس فيل، اليوم تمطر كثيرا فلذلك إحنا مش هنتقابل، يبقى مش هنقدر تبقى كونن. فراوز أوليفيا بند عليها. أنا حضرتك أسأل يبقى ظرف مسموح لي. 12 معذرة حضرتك، أولا التذكرة شتمبل يعني تختم، يبقى حضرتك لازم تبقى مسلم. فراو أنج يبقى هي مش تجوت شرايبن، ما بتكتبش كويس، إيديها أو صوابعها ورمة، يبقى لا تستطيع تبقى كن. 14 فير هتاخد اي ان. طب نترجم، تأتوا انتم اليوم او غدا الى الحفلة؟ قالوا لا بكرة، احنا للأسف مش هنيجي، يبقى مش هنقدر نيجي تبقى كنن. طيب 15 بيتي لو سمحت اقدر انا اليوم او الان فور باي كومن اعدي عليك، ولا انا الاول اخد معاد، ولا لازم تبقى مس. 16 انا القلم بتاعك اخده، قال له طبعا، يبقى ظرف استئذان مسموح لي. 17 اير ما تاخدش مست اللي من غير املاوت. يلا نترجم، بكره هنتقابل الساعه 9، انتم لا تنسوا ذلك، يبقى انتوا ايه مش مسموح لكم تنسوا ذلك. 18 حضرتك النهارده معاد، ها بنتاخد معاد بكره اوكي. هنا الجمله منفيه، فبقول لحضرتك مش هتاخد معاد النهارده بس بكره اوكي، يبقى حضرتك مش هتقدر تاخد النهارده معاد. 19 جوتن تاج نهارك سعيد. فاس ماذا حضرتك لو سمحت، قال له 5 كايزر، يبقى ماذا تريد تبقى فاس مشتن. 29 بابا ايش فيليت نيست شلافن، انا مش عايز انام دلوقتي، انا اي ميسن شويه اتفرج على التلفزيون، يبقى هنا استئذان تبقى ظرف. وعلى فكره طبعا هي لو موجوده كان كانت تبقى صح. 21 زاج مال ماما، قولي لي يا ماما، قولي لي يا ماما ماذا انا اتسوق، قالت وباستفاكه، يبقى ماذا ينبغي يبقى ظل، سؤال بإجابة. 22 بيتي بعد إذنك أنا الميعاد بتاع الجمعة أأجله، هل هذا مجلش متاح؟ قال له مفيش مشكلة، يبقى أنا عاوز أأجل الميعاد تبقى مشتم. هاي تامر، على فكرة يا جماعة أنا شايف إن جملة 22 كلغة تنفع مس، يعني ممكن اقول له انا لازم اغير الميعاد بتاع يوم بتاع بكره او الى بكره، هو ده ممكن؟ قال له اوكي ما فيش مشكله تمشي. على فكره يعني طبعا احنا عارفين ان الامتحان ما فيهوش جملتين اختيارين صح، بس دي يعني ممكن تكون واقعه مننا معلش سهوا يعني. 23 ازيك يا تامر، انت عارف ماي انفراد العجله بتاعتي بايم سيرفيس في الصيانه، تسمح لي انا عجلتك لمدة يومين نيمن أخدها؟ قال له طبعا أنت تستطيع أن تملك ذلك. فهي بيقول له يا تامر معلش أنت عارف عجلتي في الصيانة، فأقدر أخد عجلتك يومين؟ قال له تقدر تعمل كده. 24 يا كارل أنا ذاهب يوم السبت للتسوق، تأتي معي؟ قال له للأسف نشت. لا إيش بيسش بيت حتى وقت متأخر أربايتن، يبقى أنا لازم تبقى موس. 25 أنت قهوة تشرب، أنا عارف قهوة كويسة. طبعا عارفين كافيه دي القهوة اللي بتشرب، وكافيه دي القهوة اللي هو الكافيه اللي بنقعد عليه. فهيقول له مش تستدو، هل تريد أن تشرب قهوة؟ أنا عارف هنا قهوة كويسة.
التمارين يا اولاد اللي احنا حليناها ده واللي هنحله انا بعتبره من اقوى التمارين اللي في الكتاب بتاعي هلو دويتش، لانه بيعتمد على الترجمة الصريحة. هنا يظهر قوي الطالب اللي حافظ كلمات والطالب اللي مش حافظ كلمات بيتعب في التمرين ده. فانا عشان كده ماشي فيه براحتي قوي، يعني لو تلاحظوا ان انا مش مستعجل، ماشي على الهادي جملة جملة وبسكت سنة لربما يكون حد عايز يترجم. انما في اللي قبله في جمل كتير، زل 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 مصدر، حاجات سهلة. يلا نروح للتمرين الرخم التاني. ماين فاتر بابايا زكت، بابا قال، طالما بابا قال يبقى زل. انا عطشان، فانا جرن دي بتدل على الرغبة على طول، تبقى فيل يريد، فانا عاوز ازازة مية معدنية. تلاتة كورينا بتعوم كويس، تبقى هواية تبقى كان. اربعة جوتن تاج هير اندرو، نهارك سعيد يا استاذ اندرو. فراو جاكوب، اسمها ايه؟ جاكوبسن، اسم كده مكتوب في كتاب المدرسة تحس انه اسم يهودي. هات انجروفن يعني ايه؟ اتصلت. زي هي نيشتمير فارتن، مش عايزة تنتظر كثيرا، هي عندها شغل. يبقى زي فولين غلط مشتن غلط زولين. طب ليه فولين غلط ومشتن غلط؟ قال لي لان الاتنين دول اصلا بمعنى واحد، وطالما بمعنى واحد وجايين الاتنين متصرفين صح اعرف ان هم غلط. فهي ينبغي الا تمكث كثيرا، هي عندها شغل. تمام. خمسة ايش انا زفرت حالا اذهب الى البوسطة، الخطاب درينجن دي ضروري، يبقى انا لازم تبقى ايش موس. ستة زاجن زي هيرن انتون، بص الجملة دي ركزها كويس، قل حضرتك لأستاذ أنتون هو الصبح الساعة 10 هيكون في المكتب. يبقى هو ينبغي تبقى ذل كلام شخص لشخص. سبعة فير هتاخد اي ان، يبقى دي غلط. احنا نشت لاوت زين، لا نكون صوتنا عالي، قالت ماما، وطالما ماما قالت يبقى ذل، مع فير تبقى ذلن. تمانية امبارح هاب ايش داس نوي ايجيبتشي ميوزيم جيزي، داس نوي ايجيبتشي ميوزيم المتحف المصري الجديد، جيزي انشاهدته، هو رائع فانت تذهب اليه مرة. يبقى انت تاخد الستي دي احلى واحدة، انت يجب ان تذهب مرة اليه. طبعا دول معناهم غلط ودي تصريفها غلط. تسعة فير بتساوي اير، يبقى دي غلط ودي غلط تصريفات. من يتحدث الالماني جيدا، يبقى من يستطيع تبقى فير كان. هناخد الجملة العاشرة، ماين برودر اخويا عنده شغل كتير، هو يشتغل لحد الساعة 10، يبقى هو يجب تبقى مس. السؤال رقم 11 هاي كلاوس فاسهد هير رولف جزاكت، ماذا قال استاذ رولف؟ اير هنا يبقى نداء ليهم انتم، ده الزام من شخص كده طبعا، وطالما هيبقى الزام من شخص فاوتوماتيك هيبقى الحل زولت. ماشي. اللي بعدها على طول هير مان نيشتي فوتوغرافيرين، داس اس نيشتي ارلابت، قلنا لما بنلاقي اولاد نيشتي ارلابت دي تبقى ظرف احسن واحده، ومعناها مش مسموح لك ان انت تصور، هذا غير مسموح. تمام. نروح للي بعديها، فير هابن كايم بروت مير، ما عندناش عيش، فانا درينجن دي كلمة بمعنى ضروري بتدي نوع من الالزام، يبقى ايش مس. طيب ليكس ده اسم ولد هات شلاف شتيرونج عنده ارق، فهو نيشت جوت شلافن مش قادر ينام كويس، تبقى اير كان، المعنى هو لا يستطيع ان ينام جيدا. ماين ارتس هات جزاكت الدكتور قال، وطالما الدكتور قال يبقى ده الزام من الطبيب، تبقى ايش ظل انا ينبغي. برو تاج يعني في اليوم، لكل يوم. ايني هالب شتوندي نص ساعة، شبورت ماخن العب رياضه. هويت است از زونش، زونش يعني الجو مشمس، فاحنا نتمشى على النيل. اقف عند الجمله دي اقول لكم معلومه حلوه يا اولاد، دي هتبقى فولين. فقال لي ازاي فولين يا هير؟ اقول له الجمله دي كده، بص عامله زي ايه في العربي؟ بقول لواحد صاحبي النهارده الجو حلو، هو احنا مش عايزين ننزل نتمشى؟
ودايما ده اسلوب عرض ودايما هتلاقيه منفي. يعني مثلا اقول ايه فير هابن هونجر، احنا جعانين. فولين فير نيشت ادفاس اسن، يا جماعه مش عايزين ناكل حاجه. خلي بالك من اللغه كده هتلاقيها زي العربي بالظبط. 17 هير عادل حضرتك هذا لو سمحت تشرحه مره اخرى استئذان تبقى كونن، تقدر حضرتك تشرح هذا مره اخرى؟ 18 سؤال بيقول له اين المرء هنا يتسوق جيدا؟ يبقى اين يستطيع المرء ان يتسوق جيدا بالترجمه؟ قال له في محل اسمه اي ماركت جبت اس اليس يوجد كل شيء. 19 انيا اسم مفرد ميديتسين شتوديرن، طبعا ديت اسم بنت تبقى هي تدرس طب، الدكتوره حلمها الوظيفي طبعا تبقى تريد هاخد فيل. طب ليه ما خدتش مشتت؟ تصريفها غلط لان هي لو صح كانت تبقى المفروض مشتا. 20 انا هنا معاد مع دكتور الفرد هابن، قال له بكل سرور. فالسؤال هنا استئذان يبقى كان، ومعناها اقدر انا اخد معاد مع الدكتور. طب ليه ما اقولش فيل ولا مشتي؟ بص يا اولاد فيل ومشتي الاثنين حاجه واحده بالظبط، تمام؟ وطالما الاثنين جم مع بعض والاثنين متصرفين صح اعرف ان الاثنين غلط. رقم 21 هاي جانا، انت ولارا بتعملوا بيكنيك نزهه، اقدر 100 كومن اجي معاكم؟ ونقط انا احضر معي، قالوا لها احضري الضمنه. طب هنا ده سؤال اجابته جمله امر، فالسؤال بظل وماذا ينبغي ان احضر معي. 22 شابي كاين جلد مير ما عنديش فلوس، ايش هابي كاين جلد مير معيش فلوس، ايش تصوم جلد اوتومات جيهن اروح الى مكنه الفلوس. يبقى انا لازم هنا تبقى مس، اولا ذل من الصرافه غلط. 23 هي دارف مان نيشت روخ، هنا مش مسموح لك روخ تشرب سجاير، فانتم السجاير بتاعتكم او سماخن تقفلوها او تطفوها تبقى اير زولت. طب ما فيش زولت تبقى اير موست. طيب واحد يقول لي يا هير هو هنا مش المفروض اقول زولت؟ اقول له احنا اتفقنا، وخلي بالك من الجمله دي كويس، ان انا قلت في الحصه اولاد في المحاضره ان لو في موست بس فالتزم بيها، في زولت بس فالتزم بيها. امتى اسال ليه زولن ولا موسن؟ لما الاقي الاثنين في الاختيارات. يعني يا هير هنا لو في زولت اقول له زولت تبقى احلى. 24 كان ايش بيتي فراو مانويلا شبريشن، اقدر لو سمحت اكلم الفراو مانويلا؟ فرد عليه قال له هي كومت نيشت ما جاتش، فحضرتك للاسف شويه تنتظر، يبقى حضرتك لازم تبقى مسن. 25 طبعا ظل مصرفه غلط. جوتن تاج نهارك سعيد يا لويزا، انت دلوقتي ايضا تتحدثي عربي كويس؟ قالت نوخ نيشت ليس بعد، يبقى تقدري، وتحدث اللغه مع جوت هوايه، يبقى تقدري تتكلمي عربي كويس. قالت نوخ نيشت، وخلي بالك يا اولاد نوخ نيشت دي معناها ليس بعد. كده خلصنا الجزء بتاع الافعال اللي هي المودال فيرب. نروح للجزء بتاع البوسيسيف ارتكل ام اكوزاتيف، ضمائر الشخصيه في المفعول. طبعا هو السؤال عليها زي ما اتفقنا يا اولاد في المحاضره عباره عن سؤال على الملكيه ثم سؤال على الادوات، تاني سؤال على الملكيه ثم سؤال على الادوات. فالاول بحدد الملكيه السليمه مع الاداه. فاول سؤال في فيندست دو، كيف تجد انت انتسوج؟ هنا انتسوج بدل آلتها دير، دو فاعل فهي مفعول فتحول الى دن يبقى ماينن، والسؤال معناه كيف تجد انت البدله بتاعتي. 2 مورجن بيزوخن فير هنزور جروس فاتر الجد، اللي هو آلته دير، وهو يتزار يبقى مفعول فالملكيه يبقى فيها اي ان. 3 بيتر يتصل بصاحبه اللي هو اداته دير اللي مفعول فهياخد اي ان. زخت اير تبحثوا انتم عن كند، كند اداته دس يبقى ملكيه ساده، يبقى اول واحده ومفيش تاليف خالص.
لان هي الوحيده اللي ساده. واتفقنا ان لما يبقى الاسم الاته دس اوتوماتيك الملكيه بتاعته بتبقى ملكيه ساده فاعل او مفعول. جوب الاتها دير صار فاعل هي مفعول. بس تعالى هنا بقى السؤال ده نموذج للدرس، نموذج. سؤال رقم 5، ساره تجد الوظيفه بتاعتها هي، يبقى الكلام على اير، يبقى زين غلط. جوب الاتها دير تاخد اي ان عشان مفعول. 6، هير لوكاس، يا استاذ لوكاس. فان هابن زي اوتو جيكاوفت، زي احترامي يبقى اير كابيتال، يبقى دي غلط. اوتو الاتها داس يبقى الملكيه ساده تبقى الاولى. هاني جيب مير بيتر، يا هاني اعطيني لو سمحت القلم. جمله امر، واحنا في الحصه قلنا لما يبقى في جمله امر ده دليل على المفعول، دير تحول الى دن، يبقى الحل اي ان. 8، مورجن جاب ايش؟ ايني جيبورتستاكس بارتي. بص يا ولاد، جيبن ده يعني يعطي، ولما يجي مع بارتي حفله يبقى معنى يقيم حفله. فانا هعزم فرويندي اصحابي، اصحابي قالتهم دي، يبقى الملكيه اخرها ايه؟ فاعل او مفعول. من المرء يعتبر هو، هوند الكلب قالته دير، هو مع الملكيه تبقى دي غلط، دير مع المفعول تاخد اي ان. 10، يا اولاد فاز اخت اير، ماذا تبحثوا انتم؟ بتدوروا على ايه؟ قالوا على الكره بتاعتنا، الكره قالتها دير، بيتدور عليها تبقى مفعول فتبقى دن. هم بقى بيقولوا الكره بتاعتنا، تبقى انظر اللي فيها اي ان. ليه انظر؟ اير هتبقى نحن، ونحن هتبقى انظر، والمفعول يبقى انظر فيها اي ان. 11، شريف هو يعمل لدى فودافون، فهو يجد الملكية تبقى ماين غلط، العمل آلاته دي، يبقى الملكية آخرها إيه؟ هذه تكون فراو اتسجا، زي إيس فلايشغين يعني جزارة، فهي تجد، هي تبقى إير كلاين، تبقى دي غلط. بيروف الوظيفة آلاتها دير، ومع المفعول تاخد إي إن، تبقى تجد وظيفتها رائعة. أدي الفاعل وأدي المفعول، ادي النوميناتيف وادي الاكوزاتيف. ماين كيند فيندت، الطفل يجد، طفل يبقى هو، تبقى اير غلط. كمبيوتر شبيل قالتها داس، تفضل ملكيه ساده زي ما هي، وتنبيه قلته قبل كده. التس دي صفه، ركز معايا في اللي اقوله، ملهاش اي دعوه، بتاخد الاداه بتاعت الكلمه اللي بعدها اللي هو الموصوف. يعني انا ممكن اقول، بص كده في الجمله اللي هكتبها دي، ماين ماينه نويه مثلا ماين نوية فونونج، الناس كلها عارفة ان فونونج قالتها دي، يبقى الملكية خدت ايه. طب ايه نوية ديت؟ يا عم مالكش دعوة بيها، دي صفة، ودايما الصفة اولاد بتحشر نفسها بين الملكية والاسم، معلومة دي مهمة. دايما الصفة في الالماني بتحشر نفسها بين الاداة والاسم، يعني ممكن تلاقي الجملة مكتوبة ايه، داس التا هاوس، المنزل القديم. دي التا فونونج، الشقة القديمة، فتلاقي الصفة في النص، تشيلها ارميها ملهاش لازمة. لارس اند كراك 2، يبقى هما عندهم بكرة موعد مع شركة تيلي، هما مش مسموح لهم ينسوا الميعاد بتاعهم، هما تبقى اير سمول، والميعاد قالته دير ويتنسي تاخد اي ان. هاست دو طاشي اداتها دي، يبقى الملكية آخرها إيه؟ يبقى دي غلط. طيب هاست دو تاش الشنطة جيزين، هل شهدت الشنطة؟ قال له أيوه هي في الفصل، يبقى شنطتي تبقى ماينة. تعالى اللي بعدها رقم 16، دينا فيرت مسافرة بكرة إلى اسكندرية، فزي دي هي هتزور عمتها، العمة قالتها دي، يبقى الملكية لازم يبقى فيها إيه؟ طب زين مش بتاعت زي، اخد ايري. 17، يا كندر يعني يا اولاد يعني انتم، تستطيعوا انتم لو سمحتوا، يبقى اوير، يبقى شكرا. سما قالتها دس، يبقى اللي ما فيهاش اي ان، لان دس ملكيه ساده، ملكيه بدون اضافات، فاعل او مفعول. فراو نينا نداء، زي حضرتك، من رجل،
حضرتك تشطب دي وتشطب دي، لان ده أداة تدير. شوفوا فاعل ولا مفعول، زي فاعل هي مفعول يبقى ياخد الاي ان. بصوا بحلها بشكل سريع، انفخ الانت في نهايه الاسبوع كنت ماينش فيستر سو بيزوخ. الجمله دي يا اولاد ثانويه عامه بالنص. في نهايه الاسبوع تاتي اختي الى الزياره، هي تحضر ابنها معها. ويمكن انا كتبت الجمله دي على السبوره في المحاضره، شرحت بيها الدرس. فهي تحضر ابنها هي، تبقى دي غلط. طب الابن اداته دير، ولما تحضره يبقى اكوزاتيف، تبقى اير اللي فيها اي ان. يا طارق نم خد الباسبور بتاعك، انا اخذت او معايا البطاقه. انا تبقى ماين، تبقى دي غلط. اداتها دير مفعول تبقى ماينين. عرفت منين انها مفعول؟ في ايش فاعل. كده خلص ال 20 سؤال بتوع الملكيه في حاله الاكوزاتيف. نروح للجزء بتاع الملكيه العاديه، جزء التمارين العامه على الملكيه. طبعا انا عارف الواجب كان كتير، بس انتوا ابطال وكتر الحل يا اولاد زي ما بقول دايما هو اللي هيقلل مفاجآت الامتحان. يلا، واحد انكل الاته دير يعيش، يبقى هو الفاعل، تبقى ملكيه ساده تبقى ماين. يا بترا يعني انت، تبقى دي غلط. كوب في اداتها دير، يبقى ملكيه ساده لان ما ينفعش الدير يبقى فيها ايه. زي احتمال امر للجمع، كيف تعجبكم انتم الحجره. طب الحجره قالتها دس، واللي اكد ان هو هنا الاس يعني مش جمع. طب الدس في الملكيه لازم تبقى ساده، يبقى دي ما ينفعش يبقى فيها ايه، يبقى انظر. طيب اللي بعدها نحاول كده بس ان اللي بعدها ماركوس هات اينن باباجاي، ماركوس عنده بغبغان. اوبا ثانيه يا اولاد، ماركوس عنده بغبغان غلباوي بنص لسان. طيب ماركوس عنده بغبغان فهو يحب البغبغان بتاعه، تبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. ليه؟ عشان البغبغان اداته دير فما ينفعش اللي فيها اي. هتاخد اي ان. عرفت منين يا هير؟ ما هو هو فاعل والبغبغان مفعول. خمسه هدى وهاني يبقى هما هابن اينش فيستر اخت، عندهم اخت، اختهم هما تبقى اير، تبقى دي مفيش اير تاني. يا فراو سهى اقدر انا اخد القلم؟ اوكي بتاع حضرتك، تبقى الايس مول غلط، داين غلط، القلم دير ومفعول ياخد اي ان عشان انا فاعل. في جيتس ليا، ليا دي اسم بنت، كيف حل ليا؟ فاللي رد عليه قال لي مش كويس، ارم دراعها هي است يكون. طبعا است ده بيلغي حاله الاكوزاتيف، يبقى اير العاديه لان كلام على ليا. اوتو يا اوتو يبقى انت، يبقى دي غلط. بوخ قالته داس ملكيه ساده، ما بكملش لان ملهاش احتمالات. تسعه ماين موتر مامتي است كرانك مريضه، اوه فاس هات زي عندها ايه؟ ايري، يبقى حاجه اداتها دي. فوس اداتها دير غلط، اور اداتها داس غلط. طيب اوجي اداتها داس غلط، لا ثانيه، اوجي اداتها داس غلط، يبقى اورن اللي هي قالتها دي، وخاصة ان تون جمع. 10 فيرس داس يا بابا، مين هذا يا بابا؟ قال له ده دكتور ماير سان ارتس طبيب الاسنان، قالته دير مفيش مفعول تبقى ساده، تبقى انظر. اي ان غلط، اي ان غلط، اي غلط مع الدير. نازي انف قالتها دي، دي غلط عشان ما فيهاش اي. ايش يبقى مايني، فبقول مايني نازي توت فيه ايش موسوم ارتس جيهن. 12 جوتن تاج يا هير هوفمان، ازيك يا مستر هوفمان، اقدر انا اتحدث الى زوجة حضرتك؟ يبقى احترام واداتها دي، تبقى اير اللي فيها ايه. او نادر اوجع عينيك يا نادر، يبقى انت، تبقى دي غلط. عينيك انت تبقى داين. طب ليه مش داين ايه؟ عشان دي قالتها داس، والداس ما ينفعش معاه ايه. بترا استكرانك، بترا مريضة هي، تبقى ايري من غير ما اقرا الباقي لان كل ده غلط.
ماين فريند فارنخ اولم، اصحابي مسافرين اولم، يبقى هم هم، تبقى دي غلط، كل ده غلط، يبقى الثانيه. طبعا ده سؤال في اربع ملكيات ما بيلعبش على الاداه، هم تبقى اير، ما فيش غير اير واحده تبقى حمار لو كملت قرايه الجمله، وتبقى حمار لو رجعت للادوات. بنروح للادوات، وانتوا عارفين لما تبقى الاداه الملكيه مكرره اير واير فيها نهايتين ثلاثه، يفرو اولاف شراي بنزي احترام، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط. اير الاحترام هي اللي فيها كابتن. يا هند فارتي مال انتظري، صاحبتك ساندرا على التليفون، صاحبتك ساندرا يبقى انت، تبقى دي غلط ودي غلط. فرويندين الصديقه قالتها دي تبقى داينه. إز داس إير إتساز شريفت؟ لجلد حضرتك يا فراو، حضرتك يا فراو. قالت لا أنيشت ماينة، مش جلتي. أولا إير هتبقى ماينة، حاجتي حضرتك تبقى حاجتي. هير أندرو دارف، الهير يبقى هو طالما ما فيش كومة، وهو تبقى يدي يدي. ترمين موعد قالته دير، مفعول عشان الهير فاعل تبقى زاينة. كانست دو مير، كانست دو مير. بلايشتفت الألم جيبن، الألم ده قالته دير، وأول ما الاقي كلمة قالتها دير أشطب الملكية اللي فيها إي إن. دو فاعل، الألم مفعول، يبقى لازم اللي فيها إي إن تبقى داينن. الجملة بتقول له تقدر تسلفني ألمك، قال له أنا للأسف هابي كاينن بلايشتفت. دي المجموعة الأولى، هنروح للمجموعة الثانية والأخيرة في الواجب الكبير بتاع المحاضرة السابعة. طبعا الاولاد اللي كبر الواجب دوت، ان احنا عملنا واجب على زولن لوحده، وبعد كده واجب على المضال فيربين السته مع بعض، وبعد كده عملنا واجب على البوسيسيف ارتيكل ادوات الملكيه في الاكوزاتيف، وبعد كده عملنا الجماين ايبونج تدريب عام على الملكيه. يلا رجاله، ليه رارين قالتها دي والصفه ما لهاش لازمه؟ طالما قالتها دي يبقى الملكيه فيها ايه؟ يبقى اول واحده انظري. يا هير هانز، هل هذه شنطة حضرتك؟ بنت حضرتك؟ هيقول بنتي أنا، تبقى ماينه تحويلة. يا أوليفر، يبقى أنت، تبقى دي غلط. أور قالتها داس، ملكية سادة من غير ما أقرأ. ماذا عندك؟ فينجر قالتها يا دير يا دي. زند تبقى جمع، تبقى إيه، تبقى دي غلط وتبقى ماينه. ليه بقى؟ دو هيجاوب بإيش، وإيش هتبقى ماين، يبقى يا ماين يا ماين. فينجر جامع تبقى مايني. ايه اللي عرفك ان فينجر جامع؟ ما هو زند ده ما بيجيش مع المفرد، ده بيجي مع الجمع. هاني وائل، هابن فيلي فيرفانديت، اللي عندهم اقارب، انا اجد اقاربهم هم، تبقى اير سمول، والاقارب قالتها دي تبقى اللي فيها اي، تبقى اير. سته، هاست دو، كفيل فاصل قالتها دس، يبقى ملكيه ساده. دو تبقى داين، والملكيه الساده تبقى داين العاديه. سبعة، يا هيرهك شراي بنزيب بيتا، اكتب حضرتك، حضرتك تبقى احترام، تبقى اي كابتل، يبقى دي غلط. داتوم قالتها داس، يبقى ملكية سادة، ايغ اي غوس. تمانية، والله درس الملكية ده اولاد بفضل الله، بفضل الله يعني احنا عملنا فيه شغل اعلى من العالي كمان، يعني كمية الحل اللي حليناها ديت ما اعتقدش ان في طالب يغلط في الملكية تاني. واهم حاجة في الملكية مش حفظها، بالعكس اسلوب حلها يتفهم. دير ارتس هات هالس انتر زوخت، طبيب فاعل، دي مفعول، اكوزاتيف قالتها دير، تحول الى دن، مفيش غير واحده فيها اي ان، ويبقى معناها لو عايز تترجم، الطبيب فحص على الحلق بتاعي وكتب لي هوستن زفت، دي معناها دواء كحه. سفاي مال تجلش مرتين يوميا فرشيبن، يعني كتب. أوليجا اسم بنت تكون مريضة، يبقى هي ما عنديش غير ديت ومش هكمل قراية لأن هي الوحيدة اللي صح. أنتون هو تبقى زاين، يبقى دي غلط. الباسبور دير مفعول تاخد إي إن زاينن. جوتن أبند فراو نرمين، نهار مساء الخير يا أستاذة نرمين. في جاتس، كيف الحال؟ زندي يكون سانش ميرتسن، طبعا احترام، يبقى دي غلط ودي غلط.
دي آلتها دي تبقى اللي فيها ايه؟ هو السؤال بيقول لها كيف حالك، هل الام الاسلام بتاعت حضرتك فيك دي يعني راحت؟ قالت نخنيشت لسه. في فين دي السدو؟ زلات سلطة، آلتها دير، دو فاعل مفعول اي ان. كيف تجد انت السلطة بتاعتنا؟ بيتي لو سمحت اشرايبه بالاي، امر للمفرد يبقى ضاين. تليفون نمر آلته دي تبقى ضاينه. سارة وهدى وبعدها كما يبقى نداء للجمع يبقى انتم. يبقى اوير موتر آلتها دي تبقى اخرها ايه؟ اوير بتاعت انتم واخرها ايه؟ فير هات داس فور جشلاجن، من اقترح ذلك؟ انت يا جوليان؟ قالت ايوه هذه كانت اكيد فكرتي انا. الفكره دي آلتها دي تبقى ماينه. كندر بعدها كما يا اولاد اين تكون؟ اويره. يبقى هما يجاوبوا انظري. تحويله 17 كارل اون زاين جروس فاتر، كارل وجده يبقى هما تبقى اير، اسم ده داس يبقى اير السمول اللي ما فيهاش اضافات. ازيك يا جورج؟ ازيك يا كريستين؟ يبقى انتم. اويري كيندر، اين يكون اطفالكم؟ قالوا في البيت، هما بيعملوا واجباتهم هما، تبقى ايري عشان دي آلتها دي. كلاوس واخته عايشين في باريس ولكن اخوهم هما، تبقى اير اللي هي السمول ومفيش غيرها. هاست دو ماين شلوسل جزاهن، هل شاهدت المفاتيح بتاعتي؟ قال اعتقد مفاتيح تكون دي ملاش علاقه بالاكوزاتيف، آلتها دير تبقى ساده ضاين. الف مبروك، خلصنا الواجب بتاع المحاضره 7. معلش يا اولاد الواجب ده عملناه على مرتين لانه كان كبير، بس احنا حطينا الفيديوهين على بعض في فيديو واحد ان شاء الله باذن الله. اتمنى الناس ترجع تتفرج على فيديوهات الواجب تاني بتركيز زي الاول، لان زي ما قلت لكم الكسل بدا يظهر على مشاهده فيديوهات الواجب. اشوفكم على خير، وما ننساش الشعار بتاعنا الالماني بيتقفل. سلام عليكم.